يا سادة يا كرام، المجتمع العلمي مقلوب حرفيا اليومين اللي فاتوا، بس يا ترى ليه؟ في المحاكاة اللي حضرتك شايفها قدامك دي، تمثيل دقيق لإصدار مبدئي لخريطة الكون، كل نقطة من دول بتمثل مجرة واحدة. مشروع جديد بدأ من سنتين، هدفه رسم خريطة ل 37 مليون مجرة، وأكتر من 3 مليون نجم زائف ساطع ضخم. المجرات اللي باللون الأزرق هي الأقرب لينا، والمجرات اللي باللون الأحمر هي أبعد المجرات في الكون المبكر. مشروع ديسي اللي تم إطلاقه في سنة 2021 وهدفه رسم خريطة كاملة للسماء علشان نعرف نحدد آثار عمل الطاقة المظلمة في الكون، ومع أول إصدار ليه فاجئ الجميع ببيانات صادمة: الطاقة المظلمة الغريبة أضعف مما كانت عليه، والثابت الكوني اللي بيحدد ماهية عمل الطاقة المظلمة في التوسع الكوني طلع مش ثابت بل متغير، وسيناريو ان الكون ينتهي بالانسحاق الشديد ويطوى الكون ويعود سيرته الاولى في نقطة صغيرة متناهية الصغر بات هو الاقرب. يا ترى ايه هو مشروع ديسي ده اللي قالب الدنيا حرفيا ببياناته اللي صدرت من ايام؟ وهل فعلا قربنا نفهم اكتر عن الطاقة المظلمة، ولا الموضوع زاد الامر حيرة؟ مسح جديد للطاقة المظلمة يضع المجتمع العلمي في حيرة. من أكبر المسوحات اللي اتعملت في الفترة الأخيرة لفهم الكون وموضوع التوسع الكوني، والفكرة الرئيسية للمسح ده هي جمع البيانات للمجرات بصورة فردية، يعني دراسة مجرة مجرة، وبالأخص الأطياف الخاصة بالمجرة من خلال النظر في الألوان المختلفة. أداة بتراقب 5000 مجرة في الدقيقة، تقريبا 100,000 مجرة كل ليلة، قوة رهيبة جدا في المسح. الاكتشاف الجديد بيشير إلى أن الطاقة المظلمة اللي بيعتقد العلماء أنها مسؤولة عن ظاهرة التوسع الكوني اللي اكتشفها إدوين هابل ورفاقه في بدايات القرن اللي فات، الطاقة دي بتضعف أو بتتغير. حتى لو كان مقدار التغير ده بسيط، فده حرفيا تحول كبير جدا في النموذج الكبير لعلم الكونيات. اكتشاف بقوة اكتشاف تأكيد شواهد قوية لوجود الطاقة المظلمة نفسها في تسعينيات القرن الماضي، واللي أخذ عليه العلماء المكتشفين لجائزة نوبل، واحدة من أعمق الخرائط اللي اتعملت للكون باستخدام أداة تحليل الطاقة المظلمة ديسي. أداة بتمتلك 5000 عدسة روبوتية بتجمع الضوء من ملايين المجرات في مسح أكتر من تلت سماء الليل. كل 20 دقيقة بتقوم العدسات الروبوتية ديت برصد مجموعة جديدة مكونة من 5000 مجرة، وبالتالي نقدر نقول انه بيرصد كل ليلة 100,000 جرم سماوي من مجرات وكويزرات في الليلة الواحدة. عدد ضخم جدا وهائل وقدرات خارقة الصراحة، وبيتم في النهاية تقسيم الضوء ده لأطياف من الألوان، وده بيسمح للعلماء انهم يقيسوا موضوع التوسع الكوني على مدى مليارات السنين. ازاي يعني هيقدروا يقيسوا ده؟ هل الموضوع بسيط؟ هيقدروا يقيسوا مقدار التغير في الأطوال الموجية للضوء من خلال ظاهرة الانزياح الأحمر اللي كنا شرحناها كتير قبل كده هنا في القناة، لكن هفكرك بيها باختصار شديد. الضوء لما بيكون مايل للأزرق معناه ان المجرات دي قريبة مننا، اما الضوء كل لما يبقى مايل اكتر للون الأحمر يبقى المجرات دي بعيدة عننا، وبالتالي لما تكون بعيدة فاحنا بنرصدها في الماضي البعيد وقت ما كان الكون صغير في عمره. البيانات اللي صدرت من ايام قليله من مشروع المسح الكبير للطاقه المظلمه دي هي بيانات السنه الاولى من المشروع المستمر لمده 5 سنين، يعني 5 نتائج بس هي اللي ظهرت. بتمثل كل نقطه في الصوره دي مجره واحده، صوره بتمثل 1/10% من الحجم الكامل للمسح اللي هيتم في خلال 5 سنين. الصورة دي فيها لوحدها 600,000 مجرة، علشان كده الأداة ديسي هي أقوى جهاز مطياف للمسح المتعدد للأجسام في العالم دلوقتي. القياسات الجديدة دي قلبت المجتمع العلمي بطريقة ملفتة. القياسات اللي بتشير إلى أن الطاقة المظلمة دارك انرجي، القوة اللي بتساهم في توسع الكون، ممكن ما تكونش ثابتة زي ما اعتقدنا طوال السنين اللي فاتت، وإنها ممكن تكون متغيرة مع مرور الزمن، وده أمر خطير جدا، وبيخلينا كده نتجه لسيناريو من أهم سيناريوهات نهاية الكون، إن الكون مش هيتوسع إلى ما لا نهاية ويموت بالبرد الشديد بيج فريز، أو حتى يتمزق نسيج الزمكان في الكون نتيجة التوسع الكوني وينهار الكون في سيناريو التمزق الشديد. وده بيؤكد اكتر فرضية ان الكون في النهاية هنكمش، وان الجاذبية هتتغلب من جديد ويطوى الكون لحالته الاولى. شوف يا صديقي، النموذج الاشهر في تفسير نشأة الكون وتطوره هو نموذج لامدا سي دي ام، واللي بيقول ان بعد الانفجار العظيم اللي هو المفهوم الاقرب لتوسع وتضخم سريع لمادة الكون في الماضي، كان الكون في الزمن المبكر جدا ده حار جدا وكثيف،
لكن في الوقت نفسه كان متماثل ومتجانس في بقعة الكون. ولما توسع الكون بدأت تظهر شوية تقلبات في الكثافة، اتشكلت ساعتها بقع كثيفة من كتل المادة المظلمة، واتجمعت الذرات وتشكلت عناصر الهيدروجين والهيليوم. في الوقت ده لما ارتبطت الالكترونات بالبروتونات علشان تكون ذرة الهيدروجين، أصبحت الفوتونات الضوئية ديت حرة وبدأت تسافر في الفضاء. والعلماء أشاروا للضوء الأول ده بإشعاع الخلفية الكونية الميكروية CMP. المناطق اللي كثافتها عالية في الكون في الوقت ده بدأت تجمع الغاز والمادة المظلمة علشان تشكل بذور المجرات الأولية، ومع وفرة الهيدروجين والهيليوم اتشكلت النجوم الأولية الضخمة. وفي مرحلة لاحقة اندمجت المجرات البدائية والهالات الغبارية الغازية اللي حواليها، اندمجوا مع بعض علشان يشكلوا مجرات أكبر وأكبر. فين بقى الطاقة المظلمة من كل ده؟ طبعا في النموذج ده كانت الطاقة المظلمة بتلعب دور محوري عكس دور قوى الجاذبية. إذا كانت الجاذبية بتشد المواد لبعضها في نسيج الزمكان وتحافظ على تماسكها جنبا إلى جنب مع المادة المظلمة، كان المكون الثالث للكون اللي هي الطاقة المظلمة اللي بتشكل كما يعتقد العلماء تقريبا 70% من القوى الكونية، كانت بتعمل عمل معاكس لقوى الجاذبية وبتحاول تدفع المواد بعيدا عن بعضها البعض، وده أدى في النهاية إلى توسع كبير للكون. في عام 1915 أطلق أينشتاين نظريته اللي غيرت كل شيء عن مفاهيمنا الكونية، النظرية اللي وصفت إن الجاذبية عبارة عن انحناء في نسيج الزمكان، الانحناء اللي بيحصل بسبب كتل الأجسام التقيلة في الفضاء. وصف أينشتاين الكون اللي كان متخيله على إنه كون ثابت وغير متغير، لكن المعادلات اللي عملها في النسبية العامة ما كانتش بتؤدي لنفس النتيجة. المعادلات بتقول إن الكون غير ثابت. ازاي الكون غير ثابت وفي اجماع علمي بين العلماء وقتها ان الكون ثابت ومستقر؟ اتأثر اينشتاين بالبيئة العلمية المحيطة به وابتكر في معادلاته ثابت كوني او لامدا علشان يرجع الكون للحالة الثابتة، ثابت بيوازن بين القوى الكونية الجاذبة اللي ممكن تدمر الكون وتنهيه عن طريق الانكماش، وقوى كونية متخيلة تانية بتخلي العملية الاولانية كأنها ما حصلتش او تلغي اثرها، وبالتالي يبقى الكون ثابت ومستقر وازلي. لكن بعد 12 سنة من طرح نظريته كان ادوين هابل بيدرس المجرات البعيدة واكتشف ان المجرات دي بتتباعد عننا وان الكون بيتوسع وينزاح ناحية اللون الاحمر، وكل لما يشوف مجرة ابعد كان تأثير التباعد ده أكبر، وكان ده أكبر دليل على إن الكون مش ثابت ومستقر زي ما كان بيقول المجتمع العلمي ساعتها، وإن الكون بيتوسع. طبعا ندم أينشتاين على الموضوع ده واعتبره أكبر خطأ ارتكبه في حياته، وترمى الثابت الكوني ده في سلة المهملات الكونية، ولكن إلى حين. وفضل العلماء طوال 70 سنة بعد كده يحاولوا إنهم يقيسوا معدل التوسع الكوني ده اللي بنسميه ثابت هابل، وبكده نجا الثابت الكوني من سلة المهملات الكونية ولقيوا له وظيفة تانية في ثابت هابل. لكن محدش كان عارف هو ثابت هابل ده بيمثل ايه في الكون، ايه القوة المسؤولة عن ده، واللي لازم نكون عندنا شواهد تؤكد فرضياتنا عنها. لغاية ما جت سنة 1998 لما فريقين من العلماء رصدوا عدد كبير من المستعرات العظمى السوبر نوفا، انفجارات نجمية قوية جدا ممكن نستخدمها كمقاييس كونية عملاقة نقدر نقيس بيها معدل التوسع الكوني، شموع كونية وعلامات نهتدي بيها في رحابة الكون الشاسع. ومن خلال الشموع دي عرفنا ان الكون مش بس بيتوسع انما بيتصارع في التوسع ده. ومن خلال المفهوم الجديد العلماء قدموا الطاقة المظلمة على انها الثابت الكوني المسؤول عن التوسع الكوني المتسارع ده. وبالرغم من التقدم الكبير اللي حصل الا ان لغز جديد ظهر يعتبر من اكبر الغاز الكون، العلماء اطلقوا عليه ازمة علم الكونيات الحديثة فيما يعرف بتوتر هابل، هابل تنشن، اللي اتكلمنا عليه هنا في القناة من فترة قليلة في اكتر من فيديو، حسبهم لك ان شاء الله في صندوق الوصف ممكن تشوفهم. والمشكلة بتتمثل في ان قياساتنا لموضوع التوسع الكوني مش واحدة وفيها اختلافات زي ما حضرتك شايفها كده في بيانات وكالة ناسا لمختلف القياسات دي، على الرغم من ان تلسكوب جيمس ويب اعطى قيمة مقاربة جدا لبيانات تلسكوب هابل، الا ان ما زالت في اختلافات في القياسات دي لغاية النهاردة، وان ربما كمان في الارصاد الحديثة اللي اتعملت يكون ثابت هابل مش ثابت زي ما كنا متخيلين، وانه متغير زي ما اتكلمنا عنه في حلقة سر الفراغ الفائق ومشكلة التوسع الكوني. ما تقلقش هتلاقيها في الاي اللي فوق ان شاء الله. احد المكونات الرئيسيه لمشروع ديسي هي الطاقه المظلمه
القوى المحيرة غير المرئية اللي بتتغلغل في الكون وبتلعب دور كبير في عملية التوسع الكوني. صدمة العلماء الكبيرة كانت في معرفة قوة الطاقة المظلمة في الكون، على الرغم من اننا يا صديقي مش عارفين ايه هي الطاقة المظلمة دي، لكن حاسين بأثرها الرهيبة في الكون وخاصة في مجال التوسع الكوني. لوز أنجيلا غارسيا بينالوسا عالمة الكونيات الكولومبية شرحت بمثال حلو تأثير الطاقة المظلمة دي. تعالوا نشوف كده المثال مع بعض. تخيل انك حطيت طفل صغير في ارجوحة وبعدين اديته دفعة كده في الهواء، اهو الدفعة دي ممكن نشبهها بالانفجار العظيم، والمفروض بعد شوية قليلة تخف حركة المرجحة دي وتتباطأ، اهو ده المفروض يحصل في الكون بعد زمن معين يعدي على لحظة الانفجار العظيم، لكن بيحصل عكس كده تماما. الارجوحة بتزداد حركة في الهواء اسرع مما كانت عليه، بل وبتوصل لمسافات اعلى. اهو الطاقة المظلمة دي كأنها الدفعة الجديدة للمرجحة واحنا مش عارفين سببها، لكن شايفين اللي بيحصل. تحس انه سحر او قوة خفية احنا مش عارفينها، احنا كده مخنا اتسحل حرفيا. العلماء مذهولين من اللي اكتشفوه من اثار الطاقة المظلمة في عملية التسارع في التوسع الكوني، وشغالين بقالهم سنين علشان يحلوا اللغز ده. المشكلة الاكبر اللي حصلت من شهور قليلة وبدأت فعلا تجيب لنا كده توتر، ان الطاقة المظلمة دي بدأت وكأنها بتضعف، مش ثابتة زي ما كنا متخيلين، وبالذات من اسبوعين بعد الارصاد الجديدة بتاعت مشروع ديسي. بينالوزا بتقول ان ده مؤشر خطير على ان النموذج الكوني اللي هو اسمه LCDM يمكن يكون مش هو الاجابة النهائية اللي هتفهمنا ماهية الطاقة المظلمة، وان ممكن الطاقة المظلمة دي ممكن تكون سائل كوني عجيب يملأ الكون، وان وصفه في معادلة ثابتة حاجة غير صحيحة. احنا يا جماعة الخير محتاجين الاول نفهم ليه حصل التسارع ده من 6 مليار سنة، علشان نفهم بعد كده ليه بدأ يتباطأ دلوقتي، لأنه فعلا هيحدد مصير الكون في النهاية. هل الطفل اللي بيتمرجح ده وازدادت حركة المرجحة بتاعته هيستقر في المرجحة، ولا الحركة السريعة دي هترميه بعيد على الأرض، ولا هيطير حتى في السماء؟ أهو حل لغز الطاقة المظلمة ده هيعرفنا مصير الكون في السيناريوهات الثلاثة اللي اتكلمنا عنهم قبل كده في سيناريوهات نهاية الكون، ممكن تشوفه من الآي اللي فوق أو في صندوق الوصف. خريطة ديسي الجديدة للكون بتقول لنا ان نهاية الكون هتكون بالانسحاق الشديد، وان الكون هيرجع تاني يتكربس على بعضه ويطوى، وده بسبب ان الطاقة المظلمة بتضعف ومش ثابتة، وبالتالي هتنتصر الجاذبية في النهاية. طيب ايه هو الصح في النهاية؟ هل الطاقة المظلمة ثابتة ومش متغيرة طبقا لبعض القياسات زي ما حددها تلسكوب هابل وتلسكوب جيمس ويب، ولا هي متغيرة زي القياسات الجديدة اللي أقربهم كان قياس مشروع ديسي؟ هل ممكن نشكك في القياسات؟ هل في عيوب في معداتنا وتلسكوباتنا؟ ولا قياساتنا للكون الضخم ده لو حصل فيه تغير طفيف جدا، التغير ده على المسافات البعيدة هيؤدي لأرقام غير دقيقة بالمرة؟ هل المفروض نيأس ولا المفروض نحاول نحل اللغز ده بأفكار تانية لسه لحد النهاردة محدش وصل لها؟ طيب السؤال المهم دلوقتي، هما ازاي الجماعة بتوع مشروع ديسي وصلوا للقياسات دي؟ الجماعة دول استخدموا سمة مميزة للكون في بنيته واسعة النطاق اسمها البريونات او تذبذبات باريون الصوتية الBAO. البريونات دي هي البصمة المتبقية لموجات الضغط اللي انتشرت في الكون المبكر لما كان الكون شوربة كده وحساء كثيف من الجسيمات دون الذرية. فقاعات كونية تشكلت في الاف السنين الاولى في الكون قبل ما تتشكل المادة. في الوقت ده الضوء كان حبيس الحساء الكوني وما يقدرش يسافر في الفضاء، لكن فقاعات البريونات دي كانت بتتحرك في النسيج الكوني بفعل الضغط الشديد، ومع توسع الكون وتبريده في الفترة اللاحقة اتجمدت الفقاعات دي وخلقت لينا مناطق كثافتها عالية جدا ممكن نرصدها. وبفضل القدرات العالية لمشروع ديسي اللي بيرسم خريطة لملايين المجرات القريبة والبعيدة والكويزرات كمان، وباستخدام البريونات دي كمسطرة كونية كبيرة كوزميك رولر، ممكن للعلماء انهم يقدروا يقيسوا انتشار الفقاعات الكونية الموسيقية ديت في فترات مختلفة من التاريخ الكوني، وده هيعرفنا ازاي وسعت الطاقة المظلمة النسيج الكوني عبر التاريخ. طبعا مهمة مش سهلة خالص، لان كتير من الفقاعات دي متداخلة مع بعضها كده بطريقة معقدة جدا، لكن ده هيحتاج وقت ومجهود كبير من العلماء. احنا ورانا ايه؟ الموضوع كبير ويستحق الدراسة والتعب، وخاصة ان في دراسات تانية صدرت السنة اللي فاتت واتكلمنا عنها هنا في القناة في حلقة هيكل كوني هائل اكبر من عنقود لانياكيا 3 مرات. كان الهيكل ده موجود في فقاعة كونية عملاقة جدا، واحنا ومجرتنا درب التبانة في القلب منها، ومن خلال النظر في التفاعل بين الضوء اللي جاي من المجرات البعيدة المرصودة وهو مسافر في الفضاء لكوكب الارض، بيمر الضوء ده بالبريونات اللي هي التذبذبات الصوتية المتجمدة اللي اتكلمنا عليها،
وبالتالي ده بيسمح لينا بعمل خريطة للغاز في الكون عبر الزمن، وبيعرفنا تأثير الطاقة المظلمة في عملية التوسع الكوني. لو حابب ان احنا نتكلم عن الباريونات في حلقة خاصة اكتب لنا في التعليقات، كتير من الفيديوهات بنعملها من الأسئلة في التعليقات فما تترددش. قدرة ديسي على جمع الضوء من ملايين المجرات في مساحة تشمل أكبر من تلت سماء الليل قدرة فاقت التوقعات في نتائجها حتى الآن، وهي لسه في السنة الأولى. بيقول بات ماكارسي مدير مركز نوير لاب إن ديسي حول التلسكوب مايل إلى آلة رسم خرائط للسماء، وبيانات السنة الأولى لديسي بتكشف بشكل واسع تاريخ التوسع الكوني، وإن علم استثنائي ومعلومات مثيرة جدا في انتظارنا خلال السنين اللي جاية. وبحلول نهاية المسح اللي هيستمر 5 سنين هيتم رصد ورسم خرائط لأكثر من 3 مليون كويزار و37 مليون مجرة، هتكشف لنا عن بعض ألغاز الطاقة المظلمة في الكون، الشيء المسؤول عن التوسع الكوني، وحنعرف بالضبط إيه اللي حصل في آليات التوسع الكوني في الفترة ما بين 8 إلى 11 مليار سنة عدت من لحظة الانفجار الكبير. الاكتشاف الجديد الغريب اللي بيؤكد حدوث عملية التسارع في التوسع الكوني قبل 6 مليار سنة، إلا أنه بيثبت مبدئياً أن عملية التسارع في التوسع بدأت تبقى بطيئة. الاكتشاف ده بيؤيد فرضية الانسحاق الشديد وإن الطاقة المظلمة أصبحت أضعف. علم الكونيات يا جماعة الخير هيحتاج مزيد من الأبحاث والدراسات ومزيد من تحليل البيانات اللي اتجمعت، وهيفضل لنا دلوقتي فقط الانتظار علشان نعرف نتائج تحليل البيانات اللي معانا، وكمان مزيد من البيانات اللي هتوصل لنا خلال العقد القادم. ديسي مش الجهد الوحيد في الموضوع ده، تلسكوب إقليدس اللي اتكلمنا عنه هنا قبل كده في القناة برضو بدأ مهمته وفي انتظار اولى بياناته ان شاء الله في سنه 2025. ومش اقليدس بس، احنا منتظرين مرصد فيرا روبن وتلسكوب نانسي جريس رومان الفضائي اللي هيساهموا اكيد في معرفه اكبر لالغاز الطاقه المظلمه في الكون. وعلشان كده اشترك في القناه لو كنت مش مشترك، وفعل زر الجرس علشان تتابع معانا الجديد خلال الايام اللي جايه. فيديوهات مهمه جدا في شهر مايو ويونيو ان شاء الله. قناتكم انفوسفير قناه رائده في اخبار علم الفلك والفيزياء الفلكيه في المحتوى العربي. ولو حابب تدعم بقى فريق قناه انفوسفير فزرار القلب موجود اسفل الفيديو واكيد هنقول لك شكرا. واقل الدعم الضغط على زر الاعجاب اللي بيحفزنا، واكتب لنا في التعليقات رأيك في الحلقة وفي الحلقات اللي فاتت، وقدم اي اقتراح جديد ممكن يفيد في نشر العلم الرصين بعيدا عن التهويلات والخزعبلات اللي منتشرة على اليوتيوب وبالاخص في المحتوى العربي. وعلى وعد ان شاء الله بلقاء جديد في انفوسفير غلاف معلوماتي، رحلة الحياة بين العلم والدين والخرافة. تحياتي محمد فهم سليم، سلام الله عليكم.